أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما
فقال لأهلهم كثوا فلا يصدن
يسألونك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى كثير
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله العظيم.